اللي تبين في كل مكان. يوم جديد معكم الليلة المغامرة طلعين برين من مكة المكرمة في مغامرة جديدة. طبعا هذا الموقع زمانه شبه حارة مهجورة بالكامل. أنا شفت الموقع هذا قبل 3 سنوات ونص واليوم رجعت فيه مرة ثانية. ونقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسمع بسم الله. طبعا الموقع هذا بجوار شارع في كم بيت لكن حدخل بيت واحد. هذا البيت الوحيد اللي حدخل فيه. سمي الحد فحصة. هذا البيت بسم الله. في أحد؟ في حلقة جنية. تخيل ردت علي. المرة الماضية شفت كان في شبح أسود واقف في المكان ده. بسم الله. في احد؟ قطه اللي قاعد اقلب شويه يا جماعه. طبعا حتى راح لهناك. بسم الله. شايفين الباب ده؟ بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا حب شيء غريب. بسم الله. في صوت نادى علي. والله صوت غريب. في احد هنا؟ صوت حرمة يا جماعة. والله سامعين؟ ركزوا. بسم الله. شلطة غريبة. أحد؟ بسم الله. اللهم لا تكون خفت الخضائج. الحمام. بسم الله. بسم الله. في احد؟ في احد؟ حمام ده. والله
الله يا جماعة في صوت قاعد يناديني في مكان، قسم بالله سمعته. في صوت يناديني، كلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله. هذا البيت سبق دخلت يا جماعة، ما كان في ولا شيء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا بلكونة، هذا بلكونة ثانية، سامعي؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ما أخاف منك،
الناس يتكلموا. سامعين؟ راح اقرا طبعا آية الكرسي في المكان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نحن أقوى منك نحن أقوى منك. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بالله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله كنت مكان ما شفت الغرفة هذه. سبحان الله إذا حسيتوا بشيء في المكان أذنوا كبروا في المكان دائما. بسم الله. شوف في ناس يشوف سحرة ولا ايش؟ من اللي يجي بالمكان ده؟ متأكد في ساحرين بالمكان؟ بسم الله. مدري وش تتوقعوا من يا جماعة؟ في ناس يجي بالمكان؟ ساحر ده ولا ايش؟ والله في ريحة شيء محرك في المكان يا جماعة. والله هذا أتوقع الساحر والله أعلم. والله طبعا طولنا لك إذا انتهيت من مغامرة الليلة. الله تكون عافية. انتظرونا في مغامرة الجاية. أنا بخرج. هذا اتوقع الساحر يحضر السحر هنا في المكان تاعنا.